النهارده ان شاء الله هنتكلم في ايصال الامانه واشكاليات ايصال الامانه، وازاي تحصل على براءه في ايصال الامانه. والبراءه اللي انا اقصد ان تبقى براءه، مش ان انت تطلع حد يكون متهم ومبدد فلوس المجني عليه فعلا ونطلعه براءه. ده اللي انا ما اقصدوش خالص، انما اقصد ازاي نطلع الشخص اللي فعلا وقع وصل امانه ولكن ما كانش فيه اي تعامل مادي ما بينه وبين الطرف الثاني اللي هو المجني عليه. على سبيل المثال مثلا كان ايصال الامانه مجرد ضمان شيء معين. ده اللي انا اقصده، اللي احنا نوصل الحق لاصحابه. النهارده من واقع تجربه، احدى القضايا اللي انا اترفعت فيها كانت ايصال امانه بمبلغ 100,000 جنيه. ازاي تجيب براءه في ايصال الامانه؟ وده حصل معانا في احدى القضايا زي ما قلت لحضراتكم. كان ايصال امانه بمبلغ 100,000 جنيه، المتهم بصمة وتوقيع، توقيع والبصمة بتاعته. كان قضي عليه بالحبس غيابي سنة مع الشغل. عملنا معارضة وجينا في المعارضة، من هنا ابتدأ الشغل القانوني قدام قاضي المعارضات أمام محكمة الجنح أول درجة. اللي هو إيه؟ أول حاجة طعننا بالتزوير، ليس قبل الطعن بالتزوير قعد مع الموكل الايصال، قال الايصال ده كان المجني عليه في تعاملات مدنيه ما بينه وما بينه، وكان بيع وشراء وحاجات معينه في اراضي وبتاع، وانا كان ليا فلوس وهو ليه فلوس في حاجات معينه. وفي الاخر صفينا النزاع ان كل طرف خد حقه، وجينا عند ايصال الامانه قال ان هو الايصال ده فقد منه، وكان نظرا اللي كان فيه ثقه ما بينهم انتهت الامور على كده. بعد فتره معينه من الوقت، ثلاث سنين او سنتين، فوجئ الراجل بان الايصال تم رفعه امام تحرير محضر، وتم احالته من قبل النيابه لمحكمه الجنح، وحكمت محكمه الجنح غيابيا بالحبس سنه. بدانا نشتغل هنا امام محكمه الجنح. طعن تم الطعن بالتزوير على صلب الإصابة، على صلب الإصابة، لأن زي ما قلت لحضراتكم المتهم هو بصمة وتوقيع، فما نقدرش نطعن على حاجة بتاعته، إنما طعننا على الصلب. الحقيقة إن صلب الإصابة نفسه كان مريب وغريب في كل الأشكال، كان بالعين الظاهرة، يعني بالنسبة لنا إحنا ليس بخبراء، إنما بالعين المجردة، ان الايصال كان باين الصلب بتاعه باكتر من الم، الصلب في تلاعب نفسه. المهم تم الطعن بالتزوير، كتبنا في المذكرة بتاعتي اللي قدمتها للمحكمة وقدمتها لخبير ابحاث التزييف والتزوير، قدمت له مذكرة مصغرة بشواهد التزوير بتاعتي، اللي هي ان هو يحدد لنا الصلب بخط المتهم ولا لا. النقطة الثانية، الصلب بأكتر من ألم ولا لا، الصلب نفسه بأكتر من ألم ولا لا. الناحية الثانية، الفاصل الزمني ما بين الصلب والتوقيع. النقطة الرابعة وهي جوهرية ومهمة، اللي هي الطرف الثالث تم إضافته في نفس الطرف الثالث، اللي هو الطرف المفروض رايحة له الفلوس، تم إضافة الطرف ده بالألم في نفس توقيت باقي الصلب ولا في ظرف زمني مغاير ومختلف. وتم استكتاب المتهم، وبالفعل استكتب، تقرير الطب الشرعي قسم ابحاث التزييف والتزوير جاء كالاتي، ان الصلب التوقيع توقيع المتهم، وده احنا ما فيش مشكله عليه خالص. الناحيه الثانيه، ان المتهم لم يكتب اي من البيانات الثابته بصلب ايصال الامانه موضوع الطعن، وان الطرف الثالث ده تم اضافته في زمن مختلف، زمن كتابه مختلف. والنقطه الرابعه، ان في اكتر من مداد او اكتر من الم في صلب الايصال. طيب الحمد لله نتيجه التقرير بالنسبه لي انا كمحامي المتهم كويسه زي ما طلبت، الحمد لله الطب الشرعي كتب. حضرنا قدام المحكمه، قدمت مستندات بقى اللي تثبت مدنية النزاع، وكانت كالآتي، ودي كانت مهمة جدا جدا، إن العلاقة المدنية والعقود البيع والشراء ما بين المتهم وبين المجني أو المدعي بالحق المدني،
النقطة التانية ان لما هم جم يلعبوا في الايصال حطوا الطرف الثالث جوز بنت المجني عليها او المدعي بالحق المدني. جبنا شهادة قسيمة جواز، طلبنا تصريح، جبنا قسيمة جواز من الاحوال المدنية، لقينا فعلا الطرف الثالث اللي مكتوب اسمه تم اضافته في الايصال هو جوز بنتها اللي مقيم معاها في نفس العقار. قدمنا مستندات العقود زي ما قلت لحضراتكم، وقدمنا علاقة أوصلة الطرف الثالث بالطرف المجني عليه، الطرف الأول. حضرنا، اتكلمنا، كتبنا مذكرة، دفعنا الدفوع كالآتي: أول حاجة مدنية النزاع، ثاني حاجة انتفاء ركن التسليم، وطلبني حالة الدعوة للتحقيق لسماع الشهود، وفعلا كان معايا أكثر من شاهد، لأن الركن الركين في إيصال الأمانة، ودي النقطة الجوهرية والمحورية بتاعة هذا الفيديو، الخلاصة القانونية بتاعة هذا الفيديو، اللي هي إيه؟ إن إيصال الأمانة الركن الركين والركن الجوهري فيه هو ركن التسليم. إذا انتفى تسليم المال المتهم بالتبديل المتهم، انتفت كل أركان الجريمة. الجريمة قائمة على ركن مهم وجوهري، وهو ركن التسليم. إذا انتفى هذا الركن انتفى كل شيء. ثبتنا قدام المحكمة إن هو فعلا ركن التسليم ده انتفى بالمستندات، بما كتبه وسطره الطب الشرعي في الطعن. دفعنا كمان بان العلاقه ما بين عدم معقوليه تصور الواقعه، ان المدعي بالحق المدني هي واحده ست المدعيه بالحق المدني تدي 100,000 لشخص مقيم في دايره غير دايره سكنها عشان يدي 100,000 المبلغ الايصال لجوز بنتها اللي مقيم معاها في نفس العقار. يعني كلام غير منطقي بالمره، لا يعقل. النهارده لما هي عايزه تدفع 100,000 فعلا اوريدي معاها وعايزه طرف يسلمها، طب ما تنزل في الدور اللي تحتيها تدي جوز بنتها هذا المبلغ، لكن تروح حته ثانيه ومكان ثاني ان تديله 100,000 تقول له تعالى ومدي لي وصل الأمانة وخد المبلغ عشان تدي جوز بنتي اللي ساكن معايا في نفس البيت ال100,000 ده. طبعا المحكمة اقتنعت اقتناع قوي جدا بالبراءة وبالمستندات وبما أصرناه من مستندات قدمت ومن دفوع تم ادعاءها أمام المحكمة. وبالفعل حكمت المحكمة وبدون أن تحيل الدعوة للتحقيق. المحكمة اقتنعت، المحكمة خلاص مفيش حاجة قدامها غير أن تقضي ببراءة المتهم. كل الشواهد تقول إن هذا الإيصال حرر ضمانة شيء معين، ليس هناك في شروط وأركان إيصال الأمانة لم تكتمل، ألا وهو الركن المهم جدا، ركن التسليم، تسليم المال محل الدين أو محل الإيصال. مفيش مال تم تسليمه للمجني او للمتهم من قبل المجني عليها او مدعي الحق المدني. وبالفعل قضت لنا محكمه الجنح بالغاء حكم السنه وببراءه المتهم عما نسب اليه من اتهام ورفض الدعوه المدنيه. المدعي بالحق المدني حاول كثيرا ان النيابه العامه ان هي تستأنف، رفضت. المحامي العام رفض، النائب العام قدم له طلب رفض من خلال ضم الملف، ضم الاوراق. زي ما قلت لحضراتكم لما يجي النائب العام او المحامي العام النهارده بيبحث طلب استئناف حكم جنائي لمخالفه القانون او للثبوت او ما شابه، النهارده بيشوف الاوراق، في عندي تقرير طب شرعي، في عندي مستندات تثبت، في حكم محكمه مسبب بالبراءه. الحمد لله اجدنا، قدمت مذكره شارحه ووافيه، تفصيل دقيق ومهم قانوني في اركان ايصال الامانه، وخاصه الركن المهم ركن التسليم وانتفاء ركن التسليم، كما استقرت احكام محكمه النقض من ان انتفاء ركن التسليم تنتفي معه وتنهار معه
كل أركان الجريمة، وبالفعل انهارت الجريمة وانهارت أركانها وقضي لنا بالبراءة بحكم نهائي بات. ده الملخص لحضراتكم. حبيت إن أنا أتمنى أكون وفقت لما فيه إن أوصل معلومة جيدة ومفيدة لحضراتكم. يعني لو في تقصير أو بعض الجزئيات كان فيها عدم التوضيح أكتر من ده، يعني مش حابب إن أنا أطول بالفيديو على حضراتكم عشان تقدروا تستفيدوا بالفيديو كامل في وقت قصير. تحياتي وتقديري لحضراتكم.